نسابة بيناتهم متحاركين، شنو علاقة العصائب بالنسابة؟ فهذا يا أرجوك يا شيخ قيس الخزعلي، دول يدعون يشتغلون عندك. مناشدة إلى السيد دولة رئيس الوزراء وإلى عثمان الغانمي وإلى أحمد أبو الفريق أحمد أبو الغيف وإلى الشيخ قيس الخزعلي. إحنا تهجرنا وتهددنا وكتبنا على بيوتنا مطلوبين دم من قبل علاء كامل وطالب كامل وبحر وعدنان ساكنين في قضاء الخالص سعدية الشرق، هم اللي هجرونا ساكنين بالسعدية، إحنا من قضاء الخالص تم تهجيرنا بالكامل وهاي الصور موجودات وبيوتنا مقفلة وهددونا بالقتيل وهددونا يحرقون بيوتنا، هم قفلوها البيوت كلها. إحنا ناس فقراء ما عدنا غير الله وأنتم، احنا لا عدنا دية ولا عدنا شيء على حد، تهمونا تهم كيدية وطعنا بشرفنا وبلونا بلاوية كيدية واشتكوا علينا كله بالباطل وصدروا بينا امر قبض عليه، صدروا بيها امر قبض وكله باطل وبشواهد زور وبفلوس وكل شيء عندنا دلة وعندنا ثباتات، واحنا سوينا دعاوي دزينا المحامي الخالص راح القضاء الخالص، المحامي تهدد من قبل طالب وتهدد من قبل عدنان ومن قبل بحر، وعندنا بصمات وتسجيل صوتي من هددوه وقالوا له اسحب روحك من القضية طش راسك، وطعنونا بالشرف طبوا علينا الساعة بثنتين بالليل مسلحين عدنان وطالب وبحر وعلاء وأمهم كلهم مسلحين جوا بستاحل أنفور وشارين رمان وشارين بنادق أطلعوا ما أطلعوا، هجرونا هسه بيوتنا مقفلة، انتهمت اتهام كيدي، أي دليل أي إثبات ما عندهم عليه، وراحوا للمحاكم همينا كيدية جابوا شواهد زور ب50,000 وحلفوا كلام الله باطل. الناشدكم بالمروة بالعطف الأبوي عليكم العباس أبو فاضل شيخ قيس الخزعلي، أنت ذول ادعوا هما بالعصائب، بريدك تتحقق من الأمن مع العصائب ديالة والدز على علاء كامل شخصيا، اريدها من شابك شخصيا شيخ بروح جدك، عليك ابو فاضل العباس، عليك ابو فاضل العباس تتبنى هذا الموضوع لان ادعى باسم العصاب والعصائب جهه شريفه وطاهره. حيدر شلونك؟ حيدر السلام عليكم استاذ نجيم. عليكم السلام حيدر، انت نعم انت وين ساكن حاليا؟ أستاذ أنا عز الدين أبو المشكلة، أنا يعني أخوه اللي أنا ناشدت منه من تليفوني. انطيني اسمك الكامل. اسمي عز الدين عبد الحميد عبود. عز الدين جاوبني على أسئلتي، حتى أنا عرضت الفيديو مالتك والأخوة بالعصائب بالقضاء سمعوا، أنتوا كاتبين على بيتكم مطلوب دم، عدنا بالأعراف العشائرية اللي ينكتب على بيته مطلوب دم يعني كتال، انتوا نعم. اكو دم برقبتكم؟ والله استاذ كل دم اكو، والخالص كلها تعرفنا، احنا ناس فقراء وكل الناس تعرفنا وكل شيء يعرفون عنا، اتهموا علينا اتهامات كلها يعني كيديه لا بها ادله ولا بها. شنو الاتهامات؟ الاتهامات على اساس بانه انا سارق مبلغ من عندهم وسارق ذهب، وانا بالساعه اللي هم مسروقين انا كنت ويا اخوهم ببغداد رايحين زياره لكاظم، أني وبحر كامل اللي هو أخوهم وولد اسمه جاسم وابن بحر. أنت بايك ذهب، أنت بايك ذهب من العصائب لو ولدي يشتغلون بالعصائب؟ لا أستاذ هم يدعون بالعصائب، هم يدعون بأنه هم فعلا بالعصائب. نعم أستاذ، وهاي البصمات كلها عندي، علاء كامل يدز البصمات يقول إلا شو يا أخويا، يقول له أذبحك وأذبح أختك وأذبح أمك، وعدنان أخوه الأخ عدنان البصمات أتمنى من خلال قناتكم يجد علي شيخ شخصيا أو رئيس الوزراء، أريد أستمعهم البصمات اللي تلفظ الحكي والطعم بالعروض. والله يا أستاذ، والله يا أستاذ ما يعني الوليد يقول لك أنت بايق ذهب وفلوس من بيته. نعم أستاذ. أنت شنو علاقتك بالجمال القادة أستاذ؟ هو كل ارتكاب، كل ارتكاب. شنو يعني علاقتك بيهم أستاذ؟ هم من خلال السو مهجرنا وكتبوا على بيوتنا مطلوبين دم، راحوا اشتكوا علينا بالمحكمة، وأتمنى من القضاء العادل اشتكوا بالمحكمة لأن إحنا بعد ما نقدر نوصل خالص، هجرونا وطبوا علينا بالإسلاح. شو اتهموك بالمحكمة؟ حرامي
استاذ هو كاتب عن على اساس انا سارق وبالوقت اللي مسروقين هم هو يدعي مسروق بس انا متاكد منه ما مسروق لان انا اعرف الدعاء باطل. زين انت من يا امام عز الدين؟ جناب انا استاذ. انت من الجنابات؟ نعم استاذ. وبحر واخوته من يا امام؟ بحر واخوته استاذ بني سعد. والله والنعم منكم اثنينكم. هاي القضايا يا عز الدين من الصير يطبونها هن الناس الخيره، هي مو فالتو عدنان قال وعز الدين قال وبحر قال، هم العشيره تصير تصير على الاثبات، تصير تاخذون عطوه تروحوا لكم على فريضه، هي مو كل من يتهم ياكل. والله استاذ خابرنا على شيوخهم، الشيوخهم يقولون احنا ما لنا شغله بيهم. زين الشيوخهم ثلاث شيوخ من عندهم خابرناهم يقولون ما لنا شغله بيهم ودزينا احنا شيوخ عليهم من بيت. هذي الشيوخ يقولونهم هم مسوين عليه دعاوى كيدية وطالب نفسه الرسائل كل دزيت الكيان طالب نفسه دزلنا بصمات يقول لا أعرف مليار أصرف مليار إلا أحكمك بالإعدام إلك والأختك يقول إلا زين أختك بالإعدام. أختك شنو علاقتها بالموضوع؟ مرت أستاذ أختي يصير مرت أخوه واتهموا علينا اثنيناتنا. يعني أنتوا عوائل؟ أي أستاذ بس اللي بتكبوا علينا على مود البيوت يريدون البيوت ملاتنا كلها يعني خابرنا. هسه انت متاكد ذولا؟ خالي خلي احكي لك سالفه. انتم نسابه الولد الماخذين اختك فعلا بالعصايب لو يدعون حتى ما يصير تهمه على الجو. بالعصايب هم بالعصايب يدعون بس استاذ هذا العمل شيخ قيس الخزعلي ما يقبل بيه. هسه الشيخ ولو مشغول الشيخ هسه بهاي طلبه تشكيل الحكومة لكن الأخوة بالمكتب يدرون وإلى مكتب العصائب بدياله. عمي هذا الاستخدام سيء ومفرط للسلطة. هسا أنتوا نسابة ليش تستخدمون العصائب؟ شنو علاقة العصائب؟ نسيب متهم نسيبة بيناتكم طلابة مع المرأة إيه مو عيب هاي التشكيلات؟ شنو أنت وذا بالعصائب وذا بالكتائب وذا بالحرس وذا بالذهبية؟ شنو شنو الحكي هذا؟ منو انتو؟ فيا مكتب العصائب بدياله منو مسؤول المكتب عندكم؟ والله استاذ ما اعرفه مسؤول العصائب بدياله. والله ما شوف ربعك أستاذ. شوف ربعك مو كل من تختلفون وياه شايلون بليل. اكو قانون واكو دولة ويفترض انتو تكونون جزء من القانون وجزء من الدولة وتحلون مشاكل الناس. عمي هذا الركون للاستخدام السيء للسلطة اتقوا الله. شنو مشيلي لكم عائلة وشنو انت مو شريف وشنو مطلوب دم نسابة بياناتهم بتحاركين؟ شنو علاقة العصائب بالنسابة؟ فهذا أرجوك يا شيخ قيس الخزعلي ذولا يدعون يشتغلون عندك وذولا هذا الرجال مشيلينه هسه بين الحق والباطل شارة. أنا ما أدري ودع اللي وليد بالمكتب الأخوة في مكتب العصائب اللي موجودين بدياله هذا الزلمة يخاف يطب لدياله أطلبوا من عند الأدلة أو حلوا هاي السالفة لأنه عيب عيب ما ترهم هذا الشكل.